بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جئناكم اليوم بعملية دراسة أو عملية المعالجة للتمرين الخامس في الاحتمالات لعملية تسهيل أو لأجل أن نتعلم الاحتمالات مع بعض. بالنسبة لي هذا التمرين خاص بالنسبة لي السنوات الثالثة أو السنوات النهائية، اللي هي السنوات أو الشعب العلمية، وهو خاص كذلك بالتسيير والاقتصاد، ولكن التسيير والاقتصاد يحل بطريقة أخرى. إذن لدينا ما يلي: قال وحدة إنتاجية تسير بعشر عمال، منها 4 نساء و6 رجال. نريد انتخاب لجنة التسيير تتكون من 3 عمال. ما هو احتمال أن يكون أن تشمل هذه اللجنة 3 نساء؟ إذن بالنسبة لي اللجنة هنا الترتيب غير مهم، لأن اللجنة قال أنها تتكون من 3 عمال، ليس فيهم ترتيب. إذا أعطانا مثلا رتب لهذه العمال فهذا يحل بطريقة أخرى، أما هنا فحتما وهو كأنه السحب في آن واحد، أي أن الترتيب غير مهم، الترتيب غير مهم بالنسبة لي الأعضاء 3. إذا نختار 3 أعضاء من بين 10. إذا قال ما هو احتمال أن يكون 3 من النساء؟ رقم 2، امرأتان على الأقل، امرأتان على الأقل. رقم 3، ما هو احتمال أن يكون امرأتان على الأكثر؟ رقم 4، على الأقل امرأة، على الأقل امرأة من بين العمال المختارون لتسيير هذه الوحدة الإنتاجية. إذا نبدأ على بركة الله بالنسبة لي استخدام عملية الحساب. إذا هنا طلب احتمال، إذا بدءا بالاحتمال يجب أن نحسب عدد الإمكانيات الكلية، عدد الإمكانيات الكلية يعني هي عبارة عن توفيق، قلنا لأن هنا وكأننا نأخذ من المجموعة ككل اللي هي من 10، نأخذ منها 3 دفعة واحدة دون ترتيب، لا يهم الترتيب ولكننا نأخذ مجموعة جزئية. إذن نأخذ 3. إذن بالنسبة لعدد الإمكانيات الكلية سوف يكون 10 أو 3 من بين 10، والناتج يعطينا 120. أو نقوم بعملية حساب بالآلة الحاسبة فنتأكد أنه نفس الشيء. إذن لدينا العدد اللي هو عبارة عن نقوم بعملية، إذن لدينا 10 شيفت، نضغط على التقسيم، أي أننا نحتاج إلى هذا الذي فوق التقسيم، إذن من 3، فنتحصل على أن العدد هو عبارة عن 120. حسبنا عدد الإمكانيات الكلية، إذن لدينا بالنسبة لي 1 نعتبره هو عبارة عن مثلا، نعتبر هذه الحادثة، هذه الحادثة هنا نسميها مثلا، هذه نسميها A، هذه نسمي الحادثة هنا A، وهنا نسميها الحادثة B، وبالنسبة لي الثلاثة نسميها الحادثة C، اللي هي سي، والأربعة نسميها الحادثة دي، حادثة دي. إذن نحسب أولا لعملية حساب احتمال A، نقوم بعملية حساب عدد الحالات الملائمة لهذه الحادثة الملائمة. إذن عدد الحالات الملائمة قال أن المختارين 3 هم نساء، من بين لدينا العمال هما لدينا 4 نساء ولدينا 6 رجال، نختار منهم 3. قال ما هو احتمال أن يكون المختارون من بين 10 هن
نساء، هن نساء، معناها أننا نقوم بعملية اختيار من الأربعة، نختار ثلاثة من الأربعة، نختار ثلاثة فنتحصل على أنها أربعة. إذن من وعلى التوفيقات من تتكون من ثلاثة من بين أربعة، هي عبارة عن أربعة. نستطيع عملية استخدام الآلة الحاسبة أو الحساب يدويا. الآلة الحاسبة نقوم بعملية كتابة الأربعة شيفت، ونضغط على هذا الذر ثلاثة فنتحصل على أنها أربعة. وبعدما نتعلم تقنيات الحساب نستطيع عملية حسابها يدويا. وبما أن الآلة الحاسبة مسموحة، إذن نقوم بعملية حسابها بالآلة الحاسبة ونتحصل على أن عدد الحالات الملائمة هو، ومنه إذن احتمال الحصول على أ، إذن احتمالها هو عبارة عن ماذا؟ يساوي إلى عدد الحالات الملائمة اللي هو عبارة عن أربعة، نقسمها على 120 فنتحصل على أنها تساوي، نختزل فنتحصل على أنها 1/30. إذن قمنا بعملية حساب احتمال الحصول على أو احتمال أن نختار في اللجنة التسيير هذه يكون الثلاثة هن نساء. إذن بالنسبة للحالة الثانية، قال امرأتان إما أن يكون امرأتان على الأقل، أو يكون ثلاث نساء، أي أن الاختيار يكون فيه إما أن يكون اثنان نساء. قال امرأتان على الأقل، معنى اثنان تكون من النساء، أو تكون ثلاث نساء. والأو معناها في الاحتمالات هي عبارة عن الأو، دائما هي الجمع. إذن نحسب عدد الحالات الملائمة هي، إذن عدد الحالات الملائمة نقوم بعملية حسابها في الشكل التالي: إما أن يكون المختارات الثلاثة، إذن لدينا إما أن تكون امرأتان، إذن النساء لدينا أربعة، نختار اثنان من اللجنة يكون نساء، إذن أو يكون الاختيار أو ويكون الرابع رجل، أو الثالث هو عبارة عن رجل، إذن الرجال عددها ستة، اختار واحد. إذن هنا نجمع اثنان والواحد هما ثلاثة، اللي هي تشكل لجنة من ثلاثة. أو يكون المختار أو المختارون في اللجنة كلهن نساء، معناها ثلاثة. إذن على الأقل امرأتان، معناها، ونقوم بعملية الحساب. إذن عند الحساب سوف نتحصل على ستة مضروبة في ستة، إذن هذه سي أربعة، اثنان هي ستة، في ستة اللي هي سي واحد، سي ستة واحد، إذن هي ستة، زائداً كم يا شباب؟ زائداً أربعة، ونستطيع التأكد من ذلك باستخدام الآلة الحاسبة مباشرة. إذن لدينا أربعة، شيفت نضغط هنا، واثنان مضروبة في ستة شيفت، ونضغط هنا ونضغط على الواحد، زائد كم؟ أربعة شيفت، إذن دائما شيفت، ونضغط هنا، إذن ثلاثة وتساوي، إذن تعطينا 40 اللي هي 36 زائد 4 اللي هي 4، إذن صحيحة. إذن ومنه نتحصل على احتمال بي، نتحصل على أن احتمال الحصول على امرأتان على الأقل إما أن يكون امرأتان أو تكون ثلاثة، إذن بي
إذن عددها هو 40 على عدد الحالات الكلية، وبعد الاختزال نختزل على 40 فنتحصل على أنها 1/3 هو احتمال أن يكون أو يكون في اللجنة امرأتان على الأقل، امرأتان على الأقل. إذا بالنسبة لثلاثة قال امرأتان على الأكثر، معناها إما أن يكون في اللجنة امرأتان أو تكون امرأة واحدة أو لا تكون ولا امرأة. إذا والأو معناها الجمع. إذا نحسب عدد الحالات الملائمة لهذه الحادثة، عدد الحالات الملائمة. إذا عدد الحالات الملائمة في هذه الحالة نستطيع أخذ هذه. إذا إما أن يكون امرأتان على الأكثر، امرأتان على الأكثر عدد النساء هو 4، إذا امرأتان حتى نتم اللجنة يجب أن نضيف لهن رجل، إذا نضيف لهن رجل من بين الستة، من بين الستة يكون واحد، أو يكون قال على الأكثر معناها نقوم بعملية الإنقاص. إذا أو يكون من بين الأربعة تكون واحدة امرأة والبقية رجال، إذا والبقية رجال معناها سي، نأخذ من بين الرجال الستة نأخذ كم؟ اثنان، نجمع هنا في الأعلى نجد دائما ثلاثة. أو يكون من بين هذا المختارين ولا امرأة، ولا امرأة معناها أن الكل المختارون رجال، كل المختارون رجال معناها ستة، نختار منها ثلاثة ونقوم بعملية الحساب باستخدام اليدوي أو باستخدام الآلة الحاسبة. نحن مؤقتا نستخدم الآلة الحاسبة وبعدها نتعلم كيفية الحساب يدويا. إذن لدينا أولا 4، شفت نضغط على هذا الزر اللي هو اثنان مضروبة في ستة، شفت نضغط على الذر 1 + 4، شفت ونضغط على الذر التالي 1 + 6، شفت إذن ونضغط على الذر التالي 2 أو 6، شفت نضغط على الذر التالي. إذن وضع التقسيم معناها إذن شفت ونضغط على 3، نتحصل على أن عدد الحالات الملائمة في هذه الحالة هو 116. احتمال أن يكون عدد اللجنة أو لجنة التسيير هذه فيها امرأتان على الأكثر، امرأتان على الأكثر، امرأتان على الأكثر معناها نضع هنا السي واللي هي 116 على. إذن هذا العدد يقبل الاختزال على كم يا شباب؟ يقبل الاختزال على 4، إذن نختزل على 4. إذن هذا هو احتمال أن يكون امرأتان على الأكثر، امرأتان على الأكثر. إذن بعد ذلك طرح السؤال على الأقل امرأة، على الأقل تكون امرأة. بالنسبة للرابعة، السؤال الرابع، إذن السؤال الرابع قال عين احتمال أن تكون على الأقل امرأة، على الأقل امرأة، إما أن تكون امرأة واحدة أو يكون امرأتان أو يكون ثلاث نساء، ثلاثة نساء. إذن بالنسبة لهذه عدد الحالات الممكنة، عدد الحالات الملائمة، إذن عدد الحالات الملائمة لهذه الحادثة كيف تكون؟ تكون بالشكل التالي، هي تشبه هذه ولكن نضيف أكثر. قال على الأقل أو امرأة على الأقل، امرأة على الأقل، هنا لدينا امرأتين
هنا امرأة واحدة، إذن امرأة على الأقل ورجلين، أو امرأتان ورجل واحد، أو تكون الثلاثة هي نساء، الثلاثة هي نساء، معناها أربعة ثلاثة، الثلاثة هي نساء، فنتحصل على إذن هي ستة في ستة زائد أربعة في أربعة في خمسة عشر زائد أربعة زائدا أربعة، فنتحصل على إذن لدينا ستة وثلاثون زائد ستون زائدا أربعة اللي هي مئة، أو نقوم بعملية حسابها. إذن هنا تعطينا مئة، مئة إذن بالنسبة لي حادثة الحصول على امرأة على الأقل، قال هنا حادثة أو احتمال الحصول على امرأة على الأقل، امرأة على الأقل هي سميت الحادثة هي دي، إذن عدد الحالات الملائمة هو 100، إذن عند الاختزال نختزل على أربعة فتعطينا هنا 25، نستطيع عملية اختزال أكثر فتصبح خمسة على ستة، إذن هذا هو احتمال أن تكون امرأة على الأقل، امرأة على الأقل إما أن تكون امرأة واحدة هنا امرأة ورجلين، أو امرأتان ورجل، أو ثلاث نساء. إذن هذا بالنسبة لي عملية الحساب، وخاصة في حالة ما إذا كان ذكرت العبارة على الأقل وعلى الأكثر. نتعرف على كيفية تبيين ذلك وعمليات الحساب بكل احترافية. إذن بالنسبة لي عمليات الحساب تكون كما سبق. إذن كان معكم الأستاذ جويل أحمد من مدينة طمراس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.